اهلا بكم مشاهدينا الكرام، دائما معنا على شاشه قناه النيل للاخبار، ونحييكم في مستهل هذه التغطيه الاخباريه الجديده والتي نخصصها لمتابعه بعض من اهم الاحداث المثاره على الساحه. في هذه الساعه نتناول ملفين رئيسيين: الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024، وايضا تطورات الحرب الاسرائيليه التي تشنها على قطاع غزه منذ اكثر من شهرين. الحرب دخلت شهرها الثالث بالفعل. نبدأ بالانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهت منذ أيام قليلة واستمرت على مدار 3 أيام. فقد تقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهنئة والتقدير إلى الشعب المصري لنجاح الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت بنزاهة والتي عبرت عن مدى أصالة الحياة الديمقراطية في مصر. وأشادت السفيرة بحجم الإقبال الجماهيري للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يعكس مدى الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري في مواجهة كل التحديات التي تواجهها مصر والأمة العربية. كما عبرت عن تمنياتها لمصر وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار. في ذات السياق، أشادت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا بتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية صعبة في المنطقة في ضوء التطورات بقطاع غزة، خاصة أن مصر تمكنت من تنظيمها في بيئة سليمة. وقالت رئيسة البعثة السيدة سيبيكوزا وانديرا إن البعثة تتألفت من 70 مراقبا ومراقبة من 36 دولة، ومن بينهم سفراء معتمدون لدى الاتحاد الإفريقي، وكذلك مسؤولون من هيئات إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى أعضاء من منظمات المجتمع المدني الإفريقية، فضلا عن خبراء في الانتخابات في إفريقيا، وكذلك متخصصون في مجال حقوق الإنسان. للمزيد من المتابعة حول تطورات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أرحب بالمهندس أحمد بدرة القيادي بحزب المؤتمر، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بيك باشمهندس أحمد. أهلا وسهلا بيك يا فندم. لعل السؤال التقليدي الذي يطرح في مثل هذه المناسبات: كيف تابعت الانتخابات، وإذا كان لحضرتك والحزب طبعا أي ملاحظات عليها؟ طبعا انا احب اوجه بالشكر الاول للشعب المصري على الظهور الرائع والقوي لاظهار الالتفاف حول القياده السياسيه والوعي السياسي الرائع اللي احنا شفناه في خلال الثلاث ايام بتوع الانتخابات. نعم. ده اول شيء. ثاني شيء احب اوجه بالشكر طبعا لقناه النيل الاخبار لتغطيه الاحداث التاريخيه التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. واحب اشكر طبعا حزب المؤتمر على دور القيادي تحت قياده الربان عمر المختار رئيس الحزب، ودور امانه القاهره تحت قيادة الربان محمود جبر على الدور الفعال جدا في أمانة شرق وغرب ووسط القاهرة. طبعا احنا شايفين ان الحدث كان تاريخي في ظل هذه الأحداث اللي بتمر بها البلاد. فطبعا طبعا طبعا الحشود كانت محترمة، ودور الأحزاب بصراحة كان دور فعال جدا جدا في الوعي السياسي للشعب والإظهار قوة الشعب في الرأي في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. هل من ثمة أي ملاحظات بالنسبة لإجراء العملية؟ يعني إيه اللي حضرتك رصدته أثناء سير العملية؟ إجراءها على مدار 3 أيام كان شكل جيد؟ لا، هي يعني كانت منظمة جدا وجيدة جدا، وظهور وعي باين جدا جدا من الشعب المصري. ما فيش أي مشاكل حصلت في اللجان، بالعكس كانت الناس بتساعد بعضها بشكل يعني باين وظاهر قدام كل الناس. العمليه الانتخابيه حتى الاختراع لا كانت منظمه بشكل محترم جدا. الموضوع كان سريع، من الناس ما كانتش بتقف كتير، الناس بتتحرك بسرعه. لا كان في حاجه، كان في تلاحم شعبي. انا يعني اجراءها على مدار 3 أيام كان افضل يا مهندس احمد، ولا كان يوم واحد افضل؟ نعم. لا طبعا 3 أيام، لا طبعا 3 أيام. احنا طبعا القوى الانتخابيه عندنا او الكتله الانتخابيه عندنا في مصر كتله كبيره معديه 50 مليون. طبعا صعب جدا جدا في اللي انت تغطيها في يوم واحد، اكيد صعب. طيب هنا سؤال يطرح ايضا، تبدو ان الاسئله تقليديه في مثل هذه المناسبات. الملفات التي في انتظار الرئيس المقبل،
او اهمها حسب وجهة نظر حضرتك او حتى في سياق وجهة نظر الحزب؟ هو طبعا هو في الوقت الحالي ما لا يعلو صوت فوق الصوت الامني، يعني اكيد المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي او بتواجهها مصر صعبة جدا للغاية وتعتبر على المحك، فطبعا هو اهم ملف احنا مهتمين جدا بيه في الوقت الحالي هو الملف الامني والحرب في غزة والمشاكل اللي بتحصل على حدود البلد، فده يعتبر الملف اللي لازم يدار على الكثب يعني، فهو ده اللي مطروح على الترابيزة عندنا في الحزب في الوقت الحالي. هل في نقاط محددة حسب رؤية الحزب في الملف ده؟ يعني وكأنك يعني تلفت نظر الرئيس المقبل إليها؟ لا طبعا، هي الموضوع كله يندرج تحت أمانة بلدنا، أمانة شعبنا، الحفاظ على الأرض طبعا بدون أي رأي آخر، هو ده اللي موجود دلوقتي، وطبعا مساعدة أهلنا في غزة ما نقدرش نزيد عن ده، ده شيء مطلوب وشيء مفروغ منه مع أي مصري، يعني كل مصر ملتفة حول القضية اللي في غزة، بس طبعا بدون تفريط في الأرض، واليوم كل الدعم مننا، ما فيش أكتر من كده. طيب، التحديات الاقتصادية والملف الاقتصادي طبعا واحد من الملفات المهمة في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الضاغطة على جموع المصريين. هل من أفكار جديدة يمكن أن يقدمها الحزب أيضا بالنسبة للمرحلة المقبلة يسعى يعني لإشارة إليها بشكل أو بآخر للقيادة المقبلة أنها تعمل على تفعيلها أو إيجاد حلول لهذه الأزمات والمشاكل الاقتصادية؟ والله احنا طرحنا ده في مؤتمرات سابقة، ان احنا عندنا الاقتصاد الازرق والاقتصاد الاخضر، لازم ننمي طبعا الاقتصاد اللي تابع، طبعا احنا دولة موجودة على بحرين وموجودة على نيل، لازم يبقى عندنا الاسطول التجاري بتاعنا، لازم يبقى عندنا الاسطول البحري بتاعنا، لازم نزود على الاقل حتى الثروة السمكية، والاقتصاد الاخضر انت حضرتك شايف المشاكل طبعا اللي موجودة في ازمات الطاقة، احنا الحمد لله بفضل من ربنا في الوقت الحالي احنا بقى عندنا يعني فائض في الطاقة، وكنا بنصدرها في وقت قريب جدا بعيد عن المشاكل اللي حصلت في استيراد الغاز، انما النقطة كلها ان الملفين دول هم ملفين المستقبل بالنسبة لمصر، وطول عمر حزب المؤتمر بيفكر في المستقبل مش بيفكر في الحاضر، فاحنا طول عمر يعني على طول حاطين في المبادئ بتاعتنا النظرة المستقبلية، ايه اللي احنا محتاجين نعمله في الفترة اللي جاية. طب لانه مصطلح الاقتصاد الازرق ده اعتقد ان انتوا اصحابه او يعني اكيد طبعا الربان محمود جبر والربان عمر سميضة هم اللي الملف ده يختصوه بالذكر يعني وبالعمل. طيب ده محتاج تفاصيل اكتر لو اذنت لنا، يعني ايه رؤيتكم لمفهوم الاقتصاد الازرق؟ رؤيتنا في مفهوم الاقتصاد الازرق زي ما بقول لحضرتك، احنا المفروض النهارده احنا محتاجين نعمل اسطول تجاري، احنا يعني احنا انت النهارده عندك قناه السويس، عندك البحر المتوسط، عندك البحر الاحمر، النهارده فين الاسطول التجاري اللي بيخدم مصر؟ ولو موجود هل موجود بالكفاءه اللي تتناسب مع مكانتنا في المنطقه؟ مع مكانتك في اللي انت عندك قناه السويس، مع مكانتك في اللي انت موجود في في في, في يعني انت ماسك بكل الدول، انت في النص، انت ماسك كل الدول، فانت الاسطول بتاعك هيبقى اسطول تجاري محترم يقدر يدخل حتى عمله صعبه، يقدر يدخل الموارد اللي انت محتاجها عشان تعمل استثمارات ثانيه. تمام، ده محتاج تطوير، فده ان شاء الله ده ده على ترابيزه الحزب اللي احنا نقدر نقدمه ونشتغل عليه، وعندنا الرؤيه بتاعته، وهو طبعا اللي هيقدر يتكلم فيها احسن مني القبطان محمود جبر. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه، مهندس احمد بدر القيادي بحزب المؤتمر معقبا على الانتخابات الرئاسيه المصريه التي انتهت منذ ايام قليله ونحن في صدد انتظار نتائجها التي ستعلن في القريب. إلى تطورات الحرب الإسرائيلية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثالث على التوالي، حيث تتوجه اليوم طائرة إغاثة سعودية وهي الطائرة رقم 26 إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لنقل المساعدات التي تحملها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق. يأتي هذا فيما أعلن مسؤول بالهلال الأحمر المصري
عن مواصلة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري مقدمة من مصر وبعض الدول العربية والأجنبية، كما أنه يجري التنسيق لإدخال عدد آخر من الشاحنات الإغاثية. يعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان اليوم اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ. نبرة جديدة ونادرة بدأت تظهر في الحديث داخل أروقة السياسة الأمريكية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تنامي الضغوط على الإدارة الأمريكية. تغير في العلن بدأ يظهر في تصريحات القادة الأمريكيين الذين باتوا ينتقدون تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع الحرب في غزة وإن اختلفت المناقشات والدعم في الغرف المغلقة. مسبقا زيارة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إلى تل أبيب، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات قوية انتقد فيها الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأزمة في غزة وسط استمرار العدوان لأكثر من شهرين وتوقعات بتواصله لشهور أخرى. بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة. وفي أشد انتقاد يوجهه لنتنياهو منذ 7 من أكتوبر، قال بايدن إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير موقفه بشأن حل الدولتين. بدوره أقر نتنياهو بوجود خلاف مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحكم بها قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، وهو ما يمثل خلافا علنيا نادرا بين الجانبين بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأمريكي فيها لإسرائيل مطلقا. وكان نتنياهو قد استبق وبرر سابقا قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة بأن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة سوت بالأرض ألمانيا النازية واستخدمت أسلحة نووية ضد اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. الإدارة الأمريكية تدعو منذ أسابيع إسرائيل إلى توخي المزيد من الحذر في عملياتها العسكرية في قطاع غزة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما يرجع البعض إلى ضغط متنام من منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لإنهاء الحرب الضارية على قطاع غزة. تأتي هذه التطورات بينما أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك تأييد حكومة بلاده لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وكذلك الإفراج عن المحتجزين فضلا عن دعم حل الدولتين. وأكد سوناك أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل دعم المطالب بوقف دائم لإطلاق النار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بهدف السماح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وأضاف سوناك أن حكومته تؤيد الحل السياسي لتسوية القضية الفلسطينية والذي يقوم على حل الدولتين. للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من حيفا، السيد أمير مخول الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد أمير. أهلا بك بجمهور التلفزيون. أبدأ من حيث انتهينا في متابعتنا الإخبارية لهذه التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء البريطاني وسبقها بعض الكلمات أيضا أو التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي، نلمح ثم التغيير في قراءة الأطراف الدولية لمجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكأنه يعني الرأي العام الدولي إذا صح التعبير يريد أن يضع حدا لهذه الحرب. برأيك هل هناك يعني تغير في الموقف الداعم لسلطات الاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين في هذه الحرب؟ يعني تغير ليس بمفهوم معارضة إسرائيل وإنما إنقاذ إسرائيل من الورطة التي دخلت بها في هذه الحرب والتي تحولت إلى ورطة. عمليا حجم الخسائر الإسرائيلية بات كبير جدا حتى بمفهوم معايير المجتمع الإسرائيلي، حجم بالخسائر العسكرية نتحدث الآن، وأيضا عدم تحقيق الأهداف، عدم القدرة على تحقيق الأهداف وفقا للقراءة الغربية بالأساس الأمريكية والبريطانية. التوجه الان هو ايضا ما حدث مع سوليفان اليوم في الكابينيت الخاص انه ابلغوا انه اسرائيل مانيه لغايه نهايه يناير يعني القادم ستبقى الهجمات الحرب على غزه، لكن هذا يعني انه بداوا ايضا يروا النهايه.
وبدأوا ينشغلوا كما كل العالم بما بعد الحرب. ده دي إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية أن الحرب لابد أن تنتهي قبل يناير؟ لا، الإشارة أن الولايات المتحدة ترى ذلك أن لابد أن تنتهي في نهاية العام أو ممكن بلس يعني قليلا أكثر من ذلك. نعم. لكن إسرائيل تريد أن تبقى يعني تنهي ضرباتها الكبرى لغاية نهاية يناير وتبقى على ضربات صغيرة وتواجد عسكري لمدى طويل وأنك تكون حرب قد تطال سنوات، هذا الاقتراح الإسرائيلي. لكن واضح أن الحرب مفهومة بوتيرتها القائم اليوم قد يتم الحد منها. أيضا لمصلحة إسرائيل، الغرب ليس قلق على فلسطينيين أكثر من مصلحة إسرائيل من وجهة نظره، ورؤية أنه إمكانيات أو تداعيات الإقليمية والجبهة الشمالية أو مع الحوثيين أو مع إيران، وأيضا توتر مع الجبهة المصرية في حال إسرائيل واصلت قصفها الشديد وعمليا دفعت السكان للهجرة اتجاه رفح ومن هناك فليتدبروا أمرهم مع مصر، هذا ما يقال يعني إسرائيليا طبعا. نعم. وفي في القراءات الإسرائيلية الآن الوضع الموجود أنه إسرائيل لا يوجد لديها اليوم أن تعود إلى شعبها وتقول لدينا هذه الإنجازات 1-2-3، لا يوجد، وهذا هو الوضع الأصعب. لا تستطيع، إذا واصلت الحرب لا يعني الناس تحقق الإنجازات، تتورط أكثر. طيب أستاذ أمير، يعني انطلاقا من قرب حضرتك من الداخل الإسرائيلي وقراءتك للعقلية بين قوسين المجتمع اليهودي أو حتى التجمع اليهودي الإسرائيلي، الداخل الإسرائيلي هل من الممكن يتحمل مثل هذا الطرح الذي ربما حضرتك أشرت إليه أنه الحرب تستمر لشهور؟ باعتقادي من الصعب جدا، لأنه من بدأ يتذمر من الحرب هو أولا النازحين الإسرائيليين. نعم. والاقتصاد الإسرائيلي الذي في حالة على شفا انهيار في مجالات البناء، في مجالات الزراعة، في مجالات الهايتك وعديد منها. قضية الجنود في الاحتياط يعني معلش معذرة للمقاطعة، عندما تصف حركة هذه القطاعات بالانهيار ده كلام يعني مرسل ولا مبني على حقائق ثابتة معلنة؟ هذا مبني على حقائق، يعني الموضوع البناء مثلا هناك 200 تقريبا فوق 100,000 عامل متغيبين اليوم، العمال الأجانب حوالي 60,000 والعمال الفلسطينيين 140,000 أو 130,000 من الضغط ممنوع يدخلوا. نعم. والاقتصاد سواء فرع البناء او فرع يعني هذا يؤثر على كل سياسه الاسكان، هذا ليس قضيه فقط انه واحد يبني بيت. وايضا موضوع الزراعه، الزراعه بالذات لانه منطقتين هن يشكلان السله الغذائيه الاساسيه لاسرائيل، منطقه ما يسمى غلاف غزه والحدود الشماليه، وهاتان المنطقتان معطلتان الى حد كبير لحد الان. هناك مساعي لإعادة السكان لكن لم تنجح، السكان قد لا يعودوا وهذا احتمال كبير جدا. عظيم. فهذا الواقع الحقيقي طبعا وفقا للمعطيات الإسرائيلية فقط. هو أنا ربما يعني بسأل حضرتك هذا السؤال وأريد التأكيد لأنه النذر اليسير الذي تسمح به إسرائيل للخروج للإعلام عما يجري في الداخل في هذا التوقيت، ربما هي تريد تصدير صورة بعينها انه المجتمع لا يزال متماسكا داعما لنتنياهو في هذه الحرب بشكل او باخر. فمن المهم انه حد زي حضرتك يحدثنا بموضوعية عن ما يجري في الداخل. نعم، المجتمع الاسرائيلي الحقيقة لم يكن موحدا، دخل الى هذه الحرب منشقا تماما على نفسه، واتت قضية الاسرى والمعتقلين المحتجزين في غزة الاسرائيليين، وايضا باتت قضيه خلافيه، الاولويه هي لمواصله الحرب ام لانقاذ هؤلاء واعادتهم بصفقه التبادل. كانت في البدايه المحور او الشعار هو الكل مقابل الكل، لكن فرض موقف اخر على هؤلاء. والمجتمع الاسرائيلي يعني اليمين اكثر الاسرائيلي متحمس لمواصله الحرب، وهذا يشمل الليكود، يشمل وزير الحرب بلنت، يشمل المستوطنين طبعا، والذين يطمحون في عودة الاستيطان شمال غزة. دول القادة السياسيين او المسؤولين السياسيين، لكن التيار اليميني داخل المجتمع الاسرائيلي ايضا يريد مواصلة الحرب. اتحدث عن المجتمع بعيدا عن الرموز السياسية، يريد يفضل يعني يعطي الاولوية لمواصلة الحرب والقضاء على حماس من وجهة نظره اهم من عودة او اكثر اولوية من اعادة المخطوفين والمحتجزين تحت مسمى انه
كلما زدنا من القوة على غزة واستخدمنا أكثر قوة سوف تتراجع الفصائل التي تحتجز الرهائن. قلت لك صراحة. طب وجهة النظر يعني هذه مبنية على أي يعني اعذرني المقاطعة أستاذ أمير، وجهة النظر هذه مبنية على أي أساس؟ يعني أي رهان هم يراهنون عليه؟ الحرب دخلت يومها 70 وإسرائيل لم تحقق أي شيء مما أعلنته منذ 7 من أكتوبر، لم تقضي على حماس، يعني لم تحرر أسيرا واحدا، لم تصل إلى يعني أي مراكز قيادة خاصة بالمقاومة داخل قطاع غزة، بل على العكس يعني كل الإحصاءات وكل التقارير تشير إلى خسائر فادحة في صفوف الاحتلال أجبر مؤخرا أن يعلن عنها نهارا جهارا. يعني صحيح هناك فجوة كبيرة بين الرواية التي تصدر عن الناطق باسم الجيش والتي يتبناها الإعلام بالمجمل مقابل الرواية السائدة المنتشرة بعدم الثقة بذلك. يعني مثلا إذا بنأخذ موضوع الجرحى بين الجيش الذي بلغ عددهم 5000 كما كشفت صحيفة فيديو تحت النوت قبل 4 أو 5 أيام، هناك كان تعتيم كامل على هذا الجانب، لكن كشف عنه بسبب من معلومات من مصادر التأهيل في وزارة التأهيل الصحي في وزارة الأمن، فاكتشف هذا الموضوع وشكل هزة أرضية وشكل عدم ثقة بالحكومة أكثر. وأيضا شكل أنه مطالبة الناطق باسم الجيش يوميا يتحدث على موضوع الجرحى وبدأوا يتحدثون عن ذلك. فهناك يعني الرواية هاي الأحادية فقط تصدر عن الجيش قد انهارت. وأيضا هناك بدأت أصوات في موضوع أخرى في رواية 7 من أكتوبر نفسها، هل كانت هناك عملية نبال؟ يعني هل الجيش قصد الرهائن مع الآسرين تعاونهم؟ واتضح أنه من شهادات الذين كانوا في الأسر الإسرائيلي وذهبوا إلى غزة وعادوا يعني بعد ما تم الإفراج عنهم ويتحدثون بشكل يعني واضح، شخصية سيد اسمه دجان يتحدث بشكل واضح أنه كان هناك 14 شخص مثلا قتل في منزل مقابل 40 فلسطيني من القصف الإسرائيلي. فهذا عمليا سيفتح عدة ملفات، لكن أكثر فأكثر المجتمع الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي منشغل في إعادة الاعتبار له لأنه هو الذي أخطأ كما يعني إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي إضافة إلى المستوى السياسي، ويريد إعادة الاعتبار ضد الإسرائيلي. وهذا حاليا يتآكل شمالا وجنوبا وعلى كل مختلف الجبهات وأيضا حيث الثمن. في واحدة من الروايات أستاذ أمير تروج خاصة على ألسنة من يناهض حماس، من يقف ضد حماس، أنه ما جرى يوم 7 من أكتوبر تم بتنسيق ما بين بنيامين نتنياهو وحركة حماس سعيا من نتنياهو، هم هنا يشيرون إلى شكل من أشكال التواطؤ يعني بين الطرفين، سعيا من نتنياهو سعيا من نتنياهو لإيجاد ذريعة لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، فبالتالي تمت العملية على النحو الذي شاهدناه. هكذا يذهب بعض من يعني يرفض حماس ويتهمها بالخيانة أو العمالة أو ما شابه، خاصة مع ارتفاع فاتورة الدم وعدد الشهداء في قطاع غزة. مثل هذا الطرح كيف ترى حضرتك كمتابع أو كمحلل لهذا الشأن؟ وهل أثيرت مثل هذه الروايات في الداخل الإسرائيلي؟ أثيرت عن بعض الأفراد لكنها لم تستحوذ على أي اهتمام ولم يفترس بها أحد، واعتقادي أنه بعيد عن الواقع أيضا تماما، لأنه نتنياهو صحيح راهن استراتيجيا على حماس، هذا صحيح، لأنه حماس لا تطالب يعني ومشكلته الأساسية نتنياهو ليست في غزة وإنما في الضفة الغربية، مشكلته الأيديولوجية، مشكلته رؤيته للمستقبل، لمستقبل الصراع، مشكلته هي ضم البصة الغربية. يعني حين قام شرون بالتخلي عن غزة، غزة لا تعتبر أرض مقدسة حتى بالمفهوم التوراتي بالمفهوم الإسرائيلي اليهودي، لكن الضفة الغربية هي أرض الآباء والأجداد وهناك عمليا مهد اليهودية كما يرون تجديدات، وهناك أهمية بالاستيطان وهناك أهمية في خربطة الأمور الآن، التصعيد المخيف في الضفة الغربية من قبل نتنياهو وحكومته بشأن اتجاه مخيم جنين تجاه احتمال اشتتات المخيمات الفلسطينية. وأيضا نتنياهو صرح علنا بأنه الوحيد الذي يستطيع أن يمنع دولة فلسطينية، وأن أوسلو عمليا قتل من الإسرائيليين ما يوازي القتلى في هذه الحرب. فهذه عمليا نوع من
من خط الدفاع لنتنياهو عن نفسه، وايضا خط دفاع او جبهه دفاع حتى او خندق حتى يسعى الى البقاء في الحكم. لكن هي وجهه النظر هذه او هذا الطرح يعني يقدم امام ما حققته المقاومه من نجاحات. هم يعني يستغربون انه كيف تنجح المقاومه في هزيمه الاحتلال على نحو ما جرى في 7 من اكتوبر، فلذلك وجهه النظر هذه مبنيه على هذا المحور اساسا يعني. وكأنهم يريدون القول انه ما كان للمقاومه ان تنجح فيما فعلته دون تواطؤ من القياده السياسيه الاسرائيليه. لا, لا 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 انا اعتقد اكتوبر بالذات بقول انه ممكن يعني تكون النتائج مختلفه. اكتوبر 73 واكتوبر 2023 يعني ما الامور هيك. ايضا في لبنان في 2006 وايضا تحدث في 82 مع منظمه التحرير. يعني هناك حالات التي ظهرت فيها خسائر اسرائيليه فادحه، هذه ليست اول مره. واعتقد ذاك المره الحاليه كانت انه عمليا عنصر المفاجاه، عنصر الهزيمه، عنصر انه الحرب بدات من داخل الاراضي الاسرائيليه. نعم. بمفهوم انه لم تبدا من اراضي العدو وفقا للعقيده، ولم تكن اسرائيل جاهزه لها واخفقت بها، والاستخبارات اخفقت بالضبط قبل 50 عاما في هذه القضيه. نعم. طيب الآن هناك حالة من حالات الهجرة شبه الجماعية طبقا لبعض التقارير الإخبارية التي ترصد ما يجري داخل إسرائيل. كيف ترى هذا الملف؟ وإذا كان لحركة تطلعنا عن تفاصيل أكثر حوله، هجرة من داخل يعني إسرائيل إلى الخارج. في استعداد للهجرة، ما في هجرة يعني فعلية حركة هجرة، أصلا ما في حركة طيران جبلية يعني حاليا. والمجتمع الاسرائيلي ابنائه معظمهم مسؤولين في الحرب، موجودين في الحرب يعني 360 الف شندي بالحرب. فلا يهاجر بهذه الحاله. اعتقد ان الهجره ستكون بعد ذلك، بعد نهايه الحرب وليس خلالها. حضرتك تتوقع لذلك الارقام؟ اتوقع لانه ايضا هناك بدات الدول الاوروبيه مثل البرتغال وغيرها تريد تمنح الاسرائيليين لجوء سياسي بمجرد انهم اسرائيليين. حتى وان وصل الطرفان في نهايه هذه المواجهات الى شكل من اشكال السلام الدائم او الاستقرار شبه الدائم بين الطرفين، اعتقد انه الصدمه التي دخل فيها المجتمع الاسرائيلي اكبر بكثير من حجم انه تحل في من خلال صيغه حل. وهذه صدمه تؤكد انه يعني مست في اهم عنصر من عناصر المشروع الصهيوني، وانه اكثر محل امين لليهود في العالم هو اسرائيل. تبين انه ليس كذلك الامر، وكان تكون اوروبا اكثر امن. وكان لسان تحليل حضرتك يذهب لانه الاسرائيليون باتوا لا يثقون في جيشهم ولا في قيادتهم السياسيه. يعني في الجيش ممكن يرمموا الثقه، لكن بالقياده السياسيه لا يمكن بكل النخب السياسي. لماذا البرتغال لماذا البرتغال بالذات استاذ امير؟ هل عند حركة تحليل؟ يعني البرتغال هي فتحت حدودها قبل فتره على اساس ان اليهود اصلا من بلاد من اسبانيا والبرتغال ممكن يحصلوا على اصول مغاربه، او يعني ممكن يكون لهم اصول لتاهلهم يحصلوا على جنسيه البرتغال. هذا المفهوم الاساسي. لكن كثار بهاجر في حركه هجره مخيفه ليست مربوطه بالحرب فقط، وانما يعني هناك مثلا شراء دور في خارج البلاد، هذا ظاهره معروفه جدا، يعني مئات الاف اللي عندهم هذه يعني بيذهبوا بهذا الاتجاه، مئات الالاف هددوا بالهجره ايضا خلال الازمه السياسيه الاسرائيليه بفقدان الرابط الاجتماعي الداخلي. فهذه الان تعزز ذلك، وهذا ما يؤكد. لكن البرتغال واسبانيا هناك سهول عمليا في اعطاء الجوازات، ايضا المانيا وايضا اماكن اخرى، لكن هذا ما يقترحونه. الالمان عمليا يعطون اكثر لضحايا النازيين او اولادهم او احفادهم. الغرب اوروبا وبالذات اسبانيا والبرتغال للمغاربه لليهود، يعني مش من اصول شرق اوروبا، ما يسمى اليهود الشرقيين. طيب ما ذهبنا ليه مع حضرتك الى حاله الهجره هذه، هل من الممكن تؤشر الى انهيار اسرائيل بشكل او باخر؟ وده يدعم بعض الروايات التي تلقى قبولا حتى لدى المجتمع اليهودي نفسه انه دوله اسرائيل لا تكمل عقدها الثامن. لا اعتقد، انا اعتقد لا يمكن ان نعيش على يعني على الاساطير الحقيقه بهذا المفهوم ولا على التنبؤات. اعتقد ان اسرائيل مجتمع قوي بنهايه المطاف، يعني حتى ما نقع
في مطب آخر أو في وهم أو أنه بكرة يعني انتهى الموضوع. مجتمع قوي، اقتصاد قوي، دولة قوية في نهاية المطاف، لكن موجود في أزمة وجودية. قد يصل المجتمع الإسرائيلي لنتيجة أساسية في معظمه، طبعا هناك من يهاجر وهناك من يترك وهناك يعني قد يكون بمئات الآلاف، لكن هذا لن يؤثر على الجوهر. قد يصل المجتمع الإسرائيلي لنتيجة بأنه من دون دولة فلسطينية أو الدولة الفلسطينية حاجة وجودية لإسرائيل، وليس إبقاء الأمر بهذا الشكل كما هو الآن، احتلال وحصار وضم. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل ضيفنا الكريم الأستاذ أمير مخول، متحدثا إلينا من حيفا عبر الهاتف. أرحب أيضا بضيفات الكريمة التي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، دكتور خلود التلاوي أستاذ علم النفس بجامعة المنيا. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هنستغل وجود حضرتك معنا في واحد من المحاور التي ربما يعني يخفت الحديث عنها في ظل يعني هذه الحرب المستعرة، ربما لا يلتفت إليها البعض، وهو تأثير وتداعيات الحرب على الأطفال في قطاع غزة. ما أهم النقاط التي يجب أن نلتفت إليها أو المنظمات المعنية تلتفت إليها على الأقل للتعامل مع أطفال غزة في ظل هذه الظروف؟ دكتورة، احنا مبدئيا لازم ناخد بالنا ان الاطفال بتعاني وسط الحروب بالذات، واسر الاطفال والاطفال نفسهم بيعانوا من صراعات نفسيه، من اكتئاب وقلق واضطراب ما بعد الصدمه واضطراب ثنائي القطب، واحيانا بتوصل لانفصام في الشخصيه. واحنا بنشوف دلوقتي ان الاطفال يعني اللي بيفقد الاب واللي بيفقد الام واللي بيفقد الاحساس بالامان والاحساس والشعور بالقلق وكل والتوتر والاكتئاب، لازم ناخد بالنا الفتره دي ان الاطفال دي على الاقل الشعور بالامن والامان يكون موجود. مهم جدا ان احنا نهتم بالصحه العقليه بتاعتهم والصحه النفسيه. مهم جدا ان احنا نراعي. نعم. احساسهم بالامان واحساسهم انه يبقى وسط اسره، المفروض ان يبقى فيه مراكز تضم الاطفال دي. حاليا مصر فتحت المعبر علشان خاطر الاطفال تهتم بصحتهم ويدخلوا اطفال يقدروا يعالجوا اكبر كم من الاطفال، ونحاول ان كل الدول العربيه تهتم للنقطه دي على الاقل، ان احنا نوفر لهم ابسط طيب. ابسط الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم من اكل وشرب. بعيدا يا دكتورة عن قطاع غزة وأطفال قطاع غزة، كان الله في عونهم طبعا وعون جميع أشقائنا الفلسطينيين في فلسطين المحتلة كلها وفي قطاع غزة بشكل خاص في ظل هذه الظروف، لكن في هذا التوقيت شئنا أم أبينا من الأطفال الذين يشاهدون مثل هذه المشاهد عبر شاشات التلفزيون، هل من الأفضل يعني نخبرهم بحقيقة ما يجري أو كيفية التعامل مع الأطفال الذين يشاهدون هذه المشاهد في على شاشات التلفزيون، مشاهد الحرب في قطاع غزة؟ أولا المفروض الأطفال الصغيرين من سن معين ما ينفعش يشوفوا المشاهد دي، لأن هي بتفضل في الذاكرة بشكل معين وبتأثر عليهم نفسيا، وخصوصا على الشعور عندهم بالخوف. بس من تبيان الأحداث وكثرتها من ممكن أن الطفل يعني يشوف بعض المشاهد بالظبط. فمهم جدا ان يهتم الاب والام او الاسره بشكل عام انه الطفل ما يتعرضش لزي المشاهد دي. انما لو هنتكلم عن اللي هم بدايه من المراهقين اللي هم بدايه من سن 16 سنه، الروايه او التحليل اللي ممكن الاب يقدمه للطفل لما يشوف هذه المشاهد، لازم يعرفوا بالقضية الفلسطينية واللي بيحصل فيها وازاي يتعامل معاها وايه الطريقة اللي ممكن يقف بيها او يساند الشعب الفلسطيني. مهم جدا ان احنا نعرف الاطفال الصغيرين تاريخ البلد دي وقامت ازاي وايه اللي بيحصل فيها، لان ده مهم في الاول وفي الاخر، ده تاريخ ولازم يتعرف، ولكن مش في سن صغير. يعني سن صغير بنحاول نبعدهم عن المشاهد اللي فيها عنف، ولكن بنعرفهم بالقضية. لكن المشاهد اللي فيها عنف، لانه العنف في الفترة دي اوقات بيقلب مع الاطفال الصغيرين لقلق، وبعض الاحيان بيحصل تبول لا ارادي او خوف، او خوف من المستقبل، او خوف من الاحساس ان هو يبقى قاعد في بيت معين، او اي صوت بيجي فبيبدأ يوتره، ومن هنا بيبدأ يدخل في مشاكل نفسية تاني، وخصوصا لو في استعداد وراثي لحاجة زي كده.
بتأثر عليه، ولكن مهم جدا ان احنا نعرفهم بالقضية الفلسطينية، ازاي نتعامل في الامور اللي زي دي تحت ان هو تعرض لموقف زي ده او تعرض لمشاهدات زي دي. بنحاول نفهمهم وانه احنا البلد عندنا بيبقى فيها امن وامان، وانه ازاي حضرتك سامعني؟ سامعك يا دكتورة، سامعك، وأنا بشكرك طبعا على هذه المشاركة الموجزة معنا، وإن شاء الله يجمعنا بحضرتك لقاءات ممتدة يعني نتأمل فيها أكثر وأكثر في مجريات الأحداث، خاصة ما يتعلق بالنساء الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين في ظل هذه الحرب المستعرة لشهر الثالث على التوالي. نصل إلى نقطة الختام في هذه التغطية الإخبارية الخاصة، لكن خدماتنا الإخبارية مستمرة معكم على مدار الساعة. أرجو أن تبقوا دائما معنا على شاشة قناة النيل للأخبار.